في فعاليات تانية كمان بتحصل في المهرجان، وهي عرض مسرحية الشهرة اللي بتنتمي للنوعية الغنائية الرومانسية، وكمان فيها كوميدي. ده بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب. الفترة اللي هتقام فيها المسرحية هتكون من 1 ل 3 أغسطس اللي جاي. العمل بيتناول قصة مجموعة من الشباب الموهوبين، رحلة صعودهم بقى لعالم النجومية واللي بيحصل في الفترة دي، وصراعات ومواجهات وتحديات لغاية ما يحققوا في نهاية المطاف حلمهم. لمزيد بقى من التفاصيل عن المسرحية دي أو مسرحية الشهرة بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الفنان محمد سراج بطل المسرحية الاستعراضية الشهرة. يا مساء الفل عليك يا محمد. مساء الخير يا بسن. يعني شباب طموح لسه بيبتدي حياته الفنية، تحديات لغاية ما بيوصل في الآخر لنهاية المطاف لحلمه. احكي لنا كده التوليفة الحلوة دي، رومانتك كوميدي استعراضي هنشوفه على المسرح، احنا بنتوقع ايه من المسرحية دي؟ اولا مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين، وكل سنة والعالمين جميلة ودايما مكان جميل لكل العالم ينورونا فيه، وان شاء الله مهرجان العالمين السنة دي يبقى مهرجان ناجح وعقبال كل سنة ان شاء الله يا رب. الحقيقة مسرحية الشهرة هي تأليف واخراج الاستاذ الكبير استاذ خالد جلال. والحقيقه ان استاذ خالد دايما يعني بيحط فينا الثقه مبدع. احنا طلبه ده حقيقي طبعا. وان شاء الله الناس هتشوف ابداعه اكتر واكتر باذن الله في مسرحيه الشهره. الحقيقه احنا طلبه مركز الابداع الفني، يعني هو دايما استاذ خالد جلال دايما بعتبره راجل فايتر، يعني دايما بيحب، مش هقول بيجازف على قد ما هو بيثق دايما في ابنائه. هو عامل تجميعه حلوه قوي الحقيقه، سواء احنا طلبت مركز الابداع الفني الحاليين مجموعه A و B او من الخريجين قبل كده من ولاده، وعمل تشكيله حلوه قوي وطلعنا بيها بقى بمسرحيه الشهره، مسرحيه غنائيه كوميديه استعراضيه دراميه، يعني ميكس كده حلو قوي استاذ خالد عامله ان شاء الله يعجب الناس. اكيد هو ليه نظره كمان في الفنانين، هو خرج عايزه اقول لك مش بس ممثلين الفتره اللي فاتت، لا في ملحنين ومبدعين كتير قوي قوي خالد جلال حقيقي. خرجهم مركز الابداع بشكل عام بيخرج فنانين كبار قوي. عايزه اسالك طموحك انت يا محمد في الفتره الجايه، هل هيكون بس للمسرح ولا حابب ان انت يعني تكتشف يمكن حاجه مختلفه زي السينما، مسلسلات، التلفزيون، حابب تعمل ايه؟ والله هو الحقيقه انا من بعد يعني تجربه برنامج ستار اكاديمي اللي انا كنت فيه كنت تايه جدا في قصه التمثيل، وبعدين سلمت نفسي الاستاذ خالد جلال، والحقيقه بعيش معاه 3 سنين من مرحله النضج والاستوى والتعليم في كل حاجه الحقيقه داخل مركز الابداع الفني، وانا كمان عشان برضه بلحن وبغني، فهو نمالي الحته دي جوه. لسه انت كنت بتتكلمي ان هو مش بيطلع ممثلين بس، يعني وعلى سبيل المثال ان اصلا العرض بتاعنا الشهره اللي عامل الاستعراض اللي عامل الاغاني يا ربي اللي في المسرحيه هو احمد طارق يحيى. احمد طارق يحيى هو تلميذ اكيد احمد جلال. مظبوط طبعا. هو 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 تلميذ الاستاذ الكبير استاذ خالد جلال. احد ابناء مركز الابداع اللي ما يعرفش يا جماعه احمد طارق يحيى، احمد طارق يحيى النهارده من اهم ملحنين وموزعين مصر، يعني هو مزبوط. عامل توليفه حلوه قوي مع احمد سعد كمان، هما الاثنين بيطلعوا لنا اغاني الفتره اللي فاتت خطيره. ده حقيقي، وهو عامل اغاني حلوه قوي وكاتبها مليجي، وعاملين اغاني حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجب الناس، واتمنى الناس تيجي باذن الله وتحضر وتتبسط. عاملين روح حلوه قوي شبابيه جميله، وبتمس كل اي حد عنده حلم الشهره او عنده اي حلم انه يوصل ويحقق نفسه في اي مجال، يعني مش لازم أكيد. في الفن بس. مليجي يعني كمان كوميدي، يعني دايما كتابته بتبقى كوميديه. ده حقيقي. احكي لي يعني احكي لنا تفاصيل اكتر كده، يعني مليجي دمه خفيف جدا. ده حقيقي. هم بصراحه يعني الكل دايما استاذ خالد، يعني بعيدا عن ان هو مخرج كبير، هو دايما بنتعامل معاه ان احنا ولاده، هو اب بيحتوينا وبيخلينا نطلع احلى حاجه واخف حاجه دي في الدنيا. دي حاجه جميله. فهو بيعرف يعمل التوليفه دي بمنتهى الحب والحنيه معانا، وبنتعلم صح القصه دي من واحنا في مركز الابداع الفني. فلما بنيجي نشتغل حاجه بره مركز الابداع الفني بنحس ان احنا
لازم نكون قد مسؤولية المكان اللي احنا طالعين منه. فان شاء الله بإذن الله يعجب الناس بإذن الله. طب يعني تجربة على مسرح العالمين أكيد مختلفة، يعني مركز طبعًا. الإبداع أكيد جمهوره مخصوص، يعني جمهوره عارف هو رايح بيشوف حاجة للمبدع خالد جلال، فهو عارف أنه هيشوف توليفة معينة. النهاردة لما تروحوا مسرح العالمين بجمهور كبير من جنسيات مختلفة، أنتوا تحضيراتكم هل بتبقى مختلفة؟ هل بتبقى زي ما هي؟ احكي لي اكتر. لا ده حقيقي، ده انت بتتكلمي في نقطه مهمه جدا، لان استاذ خالد نفسه اتكلم معانا بتاعه، اتكلم انه احنا هنقدم ايه لجمهور العالمين، هنقدم ايه للجمهور اللي جاي من مختلف الدول بيحضر وبيقضي اجازته في الساحل وفي العالمين. فاحنا هنقدم لهم ايه؟ عايزين ندي لهم جرعه فنيه موسيقيه استعراضيه دراميه بشكل يبقوا الناس مبسوطين، الناس جايه تتبسط والناس جايه تغير جو. فهو استاذ خالد اتكلم في النقط دي فعلا وكان حريص عليها، وان شاء الله باذن الله يكون الناتج في النهايه باذن الله يوم 1 و2 و3/8 العرض بتاعنا، الناس تيجي تتفرج وتتبسط ان شاء الله. ان شاء الله هينبسطوا جدا، يعني مسرحيه يعني عاملها المبدع خالد جلال، ابطال تجننوا كلكم في الحقيقه يا محمد، اغاني بالحان احمد طارق يحيى وكلمات مليجي، ما فيش بعد كده، يعني وجبه متكامله خليني اقول هتحقق نجاح اكيد، يعني هتكسر الدنيا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نشكرك الفنان محمد سراج بطل المسرحيه الاستعراضيه الشهره.